تجسيد مصغر للبيت الأبياني القديم، عمل فني جديد قام الفنان التشكيلي مهدي عبد الله بإضافته إلى مجموعته الفنية المتمثلة في بناء المجسمات، وهي الهواية التي بدأ بممارستها منذ طفولته في منطقة باتيس بمحافظة أبيان. البيت الأبياني يعني البيت الأبياني القديم عن التراث الأبياني، عن يعني اللي هو بشكل عام مهند أبياني، يعني تراث أبيان. احنا نريد نعيد التراث الأبياني. انا اطالب بالمسؤولين واطالب المنظمات واطالب مني هم الامر في هذا الجانب. التراث الأبياني شيء جميل، الفن التشكيلي يعبر عن الواقع، عن المعيشة اللي يعيشوها اهل أبيان القدماء، من المهند المصعد القديم، القعايد، الزير، الحيوانات. انا عندي القدرة أن أعمل حبة تربلاي أو 4 حبات تربلاي ابني عليها يعني بشكل عام محافظة أبيان عن بكرة أبيها من التراث القديم إلى الجديد. عندي القدرة بس ما عندي الإمكانيات. التحف الطينية حاضرة أيضا في الأعمال الفنية الخاصة بمهدي، والتي غالبا ما تكون مستوحاة من تراث المحافظة الشعبي، كهذا المجسم الذي كان تصويرا مصغرا للحراثة، الآلة التي لطالما ارتبطت بالزراعة في أبيان، إلى جانب الكثير من المجسمات التي كانت نتاج 30 عاما من العمل الإبداعي. كيف نعمل مجسم من أبيان بالكامل، من مدخلها إلى آخر مكان في أبيان؟ يعني مثلا عن المحافظة في زنجبار، أو لوحة عن خنفر، جبل خنفر، ألا يستحق هذا الرجل بدعم من ألواح، من ألوان، من طين، من وغط، من مصروف مصاريف العمل والتنقلات؟ أناشد مكتب الثقافة المحافظة، أناشد محافظ المحافظة بالاهتمام بهذا المبدع والكثير من المبدعين مثله، كما هو حال الكثير من الفنانين في محافظة أبيان. لا يزال مهدي خارج اهتمام السلطات وعلى رأسها مكتب الثقافة، فعلى الرغم من دعوات المشاركة في الفعاليات الثقافية التي يتلقاها من خارج المحافظة، لا زال يحاول لفت نظر المعنيين داخلها، فالإمكانات غير متوفرة للظهور بشكل يتناسب مع فنه وألوانه كما يقول. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.